حبيبتي. يا قدير احميه. لارا انت منيحة؟ لارا انت منيحة؟ حبيبتي وداد انت منيحة؟ قولي لي حبيبتي. شوفي شوفي وداد، هي احسن منك بمئة مرة. انا كتير رح انبسط لما تروحي وتتركيني، على الاقل رح ارتاح منك شوي ورح يكون عندي وقت لحالي. يا بنتي قولي لي وين السيدة شكران؟ عمتي شكران؟ هي ليك قاعدة هون، تفضل. مدام حضرتك بتكوني صاحبة الميتم اللي انحرق؟ ايه أنا. شوفي مدام، أول شي نحن كتير آسفين على الخسارة يلي صارت بسبب هالحادث، بس وفقاً لتقرير الشرطة هذا الحادث صار بسبب الإهمال، وبسبب هالشي كان ممكن للأطفال إنه يخسروا حياتهم، لهيك جمعيتنا أخذت قرار بإنه تسحب رخصة هالميتم منكم. في شغلة ثانية، رح يوصلكم قرار المحكمة عن قريب. وبالنسبة لهدول الأولاد، كمان هن رح يتم نقلهم لمكان ثاني. أنت كنتي عايشة بهذا الميتم؟ لكن تعالي معي شوي، لازم نكتب أسماء وأعمار الأولاد يلي هون. مدام نحن عرفنا سبب الحريق اللي صار هون، هاي الألعاب النارية كانت محطوطة تحت الخيمة وهالشي سبب الحريق. شو؟ مو معقول، مو معقول هالشي هاد يصير. انتي يا مدام شفتيني لما اخذت العلبة، قلت لك اني رح حطها فوق الخزانة مو مشان ما يقربوا عليها الأولاد، بس قبل عطيتهم شوي يطقوهم برا. هاد كله غلطي انا يا مدام، اعملي اي شي بدك يا، عاقبيني باي عقاب اضربيني انا قبلانة يا مدام. لا ماما، بس هي ما كانت غلطة أنا هيد أبدا، الأولاد هون نحن ما عم نقدر نسيطر عليهم، وبالحقيقة هدول الأولاد كانوا متورطين بخطف سامر كمان. ليش إمتى كان سامر مخطوف؟ أنتي شو عم تقولي يا رانيا؟ ماما كان بدنا نقلك، بس أنتي بوقتها ما كنتي منيحة وما كنا حابين نضايقك بهذا الخبر. ابني سامر ضل يومين برات البيت مخطوف، ورحنا كمان دفعنا فدية للي خطفوه، ولما عرفت اسم يلي كان خاطف سامر تفاجأت كتير يا أمي. يلي خطفه كان واحد من هدول الأولاد اللي عندك، مأمون. شو؟ أما بالنسبة لهدول الأولاد، هذا المكان ميتم مو بيت، المهم إنهم ياخدوا منه أكل ببلاش ويقعدوا مبسوطين فيه ببلاش. هدول الأولاد بحياتهم ما حبوكي من قبل ولا هلأ ولا بالمستقبل. بس يا عمي شكران، عمي شكران، لو هالميتم متسكر شو رح يصير فينا؟
قولي لنا هلا نحن لوين بدنا نروح كلنا؟ اي شيء حيصير رح يكون هو الصح. يا اولاد انا ما عاد فيني اعملكم اي شيء تاني. هلا ما حنعرف وين رح يزتونا كلياتنا، كل واحد منا رح يروح الطريق. وإذا كنا انفصلنا عن بعض يا وليد؟ بس ما رح نكون مفرقين. كيف بده يصير هالشي يا رشا؟ أصلاً نحنا ما فينا نوسع كلنا بميتم واحد. أي صح أخت ليندا، بس لو وعدنا بعض إنه وين ما كنا ما رح ننسى بعض، ونحنا كمان رح نتقابل شي يوم، وهيك منقدر نشوف بعضنا. ليش ما نتفق نتوعد؟ نتوعد شو يعني؟ إنه بعد 10 سنين بمثل هاليوم وبنفس هالمكان منتقابل مرة تانية. بعد 10 سنين؟ بعد 10 سنين بيكون عمري 24 سنة. كلنا منوعد بعض بعد 10 سنين بيكون 19 تموز بهداك اليوم وعلى هي الأرض رح نتقابل مرة تانية، ماشي؟ ورح نجمع طرقاتنا ببعض ونرجع نلتقي سوا. وأنا كمان بوعدكم. يلا يا أولاد السيارة عم تستناكم، امشوا تفضلوا.